إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل العلم العهد أن يبلغوا دينه للناس وأن لا يكتموه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجعل الله أهل الذكر موئلاً للناس يستفتونهم ويرجعون إليهم في القضايا التي يتعرضون لها، الرحمن فاسأل به خبيراً. فعلى الخبراء المسؤولية الكبيرة في إرشاد الناس إلى أحكام الله تعالى، وهذا المفتي الذي يرشد الناس إلى الأحكام منصبه خطير جداً، لأنه إنما يوقع عن رب العالمين. ولذلك ألف أهل العلم في هذا الباب وفي خطورة هذا المنصب، ومن ذلك إعلام الموقعين عن رب العالمين. إن خطورة منصب الإفتاء كبيرة جداً، ولذلك كان السلف يتدافعونها، وبعضهم أفتى بأن بعض من يفتي أولى بالسجن من السراق لأنهم يفتون بلا علم. أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، كما قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى. عباد الله، لقد كانت لفظة لا أدري معروفة على ألسنة علمائنا، لا يستحيون من قولها، بل يقولها كبارهم كالإمام مالك رحمه الله وغيره، وقال الشعبي والحسن: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ولما سئل بعض العلماء عن مسألة وهو مالك رحمه الله قال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. إن هذا الموقف في الحقيقة هو انطلاق من قوله تعالى في الترهيب من القول عليه بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهذه من أخطر العقوبات، أن الافتراء على الله بلا علم، العاقبة شنيعة، لا يفلح ومتاعه قليل وله في الآخرة عذاب أليم. عباد الله، إن قضية الفتوى في الإسلام مقدسة لا يدخلها إلا أهلها الذين توافرت فيهم شروطها. واليوم العبث في الفتوى، المؤامرة على الفتوى، تضييع الفتوى، تمييع الفتوى، فضائيات ومواقع لها تروج الفتاوى الباطلة وتستفتي من هو حقيق بأن يسجن، ويأتون إلى أنصاف المتعلمين لكي يروجوا كلامهم ويفسدوا الدين نصف فقيه، كما يفسد اللسان نصف نحوي، كما يفسد البدن نصف طبيب، أنصاف هؤلاء. وربما ذهبوا إلى المشبوهين وإلى الجهال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولما
خلت كثير من الديار من أهل الثقة من المفتين، تبوأ لهذا من لا يصلح للفتوى، وعمد المنافقون إلى إبراز وجوه علمية بزعمهم يستضافون ويستفتون وتجرى معهم المقابلات ويلمعون وينقل عنهم ويقصد المتساهلون بالذات لأجل إماتة الدين وتحريف الشريعة ولأجل خلق البلبلة في صفوف الأمة. وهكذا تصبح القضية قضية إثارة إعلامية وليست خدمة لدين الله. كلا والله، بل إن الهدف واضح من هذه الخطة في تشويه الشريعة وتشويه دين الله ونشر الآراء الضعيفة وانتقاء الأقوال الشاذة. وهكذا تروج بين الناس علناً وبأوسع وسائل الانتشار لكي يقول الناس ما هذا الدين، ولأجل أن يقول الناس ما هذه الأحكام، أين الصواب، ما هو الصحيح، هل هذا حق، هل يوجد كذا، فتحدث البلبلة. وهذا مقصود واضح، حرباً على الدين وتشويهاً للشريعة. وبعض المغفلين يقولون استغلال الثغرات في الفقه الإسلامي. سبحان الله، هل في الفقه الإسلامي ثغرات؟ الفقه القائم على الكتاب والسنة فيه ثغرات، لكن هؤلاء السذج الذين يريدون الدفاع بزعمهم فيصيبون الفقه في مقتل. ثغرات في الفقه الإسلامي؟ أتظنونه علما دنيويا وبقيت فيه بقايا غير مملوءة ومناطق غير مستكشفة ومعروفة وحلق مفقودة؟ هذا دين من لدن الحكيم العليم السميع الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. ثم كذلك تنشر الفتوى على حسب الأهواء، فإذا كان هواهم في هذا ذهبوا يسألون ويستطلعون من الذي يقول بهذا لينشروا فتواه. فالقضية قضية هوى إذن. وهكذا تلميع أصحاب الفتاوى الشاذة بالمفكر الإسلامي والداعي الإسلامي والكاتب الإسلامي المعروف، المعروف عند إبليس، المعروف عند أعداء الدين. هذه طريقة واضحة جدا، وهي من خطط أعداء الإسلام التي نصوا عليها في دراساتهم ومراكز أبحاثهم، إحداث البلبلة بهؤلاء الأنصاف والشذاذ وأهل الأهواء والذين تدفع لهم الأموال. ويستغل أيضا بعض المنتكسين في هذه الحرب ممن كانت لهم خلفية بين قوسين إسلامية سابقة لكي يعطوا بعض ما عندهم في هذه الحرب على الشريعة.